مروان موسى، المورال، إيه اللي يخلي مصر تقدر تنافس دولياً في الراب وإحنا عندنا رابرز جامدين جداً؟ أعتقد اللي ناقص الراب في مصر إن هو مفهوش مكنة، فاهمة؟ يعني بمعنى إيه؟ في مكنة السينما في مصر، مكنة الإعلام، مكنة اللي هو كل دول زي تحسهم عالم كده، اللي هو آلة صناعة قصدك؟ آه بالظبط، تمام؟ احنا كل رابر لوحده، مفيش كده عالم كامل بيجمعنا والميديا بتاعتنا والمش عارف ايه. فيمكن احنا محتاجين تغطية اكتر، محتاجين دعم اكتر. زي يعني مثلا الغنى البوب المصري القديم، انت لو نزلت اغنية او ألبوم بيجيلك ناقد بيمسك الألبوم بتاعك من اوله لاخره بتفاصيله بكل حاجة. احنا مثلا دلوقتي اللي بيعملوا ده عندنا ناس برضو من جيلنا ومش عارف ايه، فاحنا مش واخدين التغطية اللي هي تخليني. يعني مصر طبعا اكبر بلد اعلاميا في الوطن العربي. انا لو جالي دعم 10% هروح، زي ما الممثل بتاعي في مصر بيتعرف في المغرب وبيتعرف في الكويت وبيتعرف، فاهمة قصدي؟ يعني الآلة الإعلامية دي بتزق الفنان المصري وبتخليه في الوطن العربي كله. صحيح، احنا بنعمل ده لوحدنا، فاهمة؟ فيمكن يعني ليه لا، ليه ما يبقاش أكتر تعاونات ما بين الإعلام وتغطية على الراب تحديدا وبتاع، وكفاية بقى النظرة بتاعت الناس الغريبة دي بقى يا جماعة، الناس اللي احنا مش فاهمينهم دول. لا عم، احنا ناس بنقدم مزيج. لا، هي الحقيقة انه هو لو احنا مش فاهمينهم في جماهير عريضة، أيوة، فهماهم وحباهم ومشترياهم بالظبط. وزي اللقاء اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا بنفهم يعني العالم بتاعي، انا بفهمك العالم بتاعي اكتر، فاهم قصدي؟ فده الحاجات دي بتساعدنا، لان زي ما بقول لك الآلة دي كبيرة قوي في مصر بالذات، فاهمة؟ فده هيساعدنا طبعا. ايه اللي النقابة تقدر تقدمه للرابرز عشان يبقى عندهم شكل الدعم ده واشكال دعم تانية؟ والنقابة كده كده ده أكبر حاجة بتدعمني في مصر، يعني نقابة الموسيقيين ده زي بيتي، فاهمة؟ زي أي شغلانة والنقابة بتاعتها، فاهمة؟ فأصلاً يعني ده بس هو أنا مثلاً لما أشوف رابر واقف على الستيج وراه فرقة، ما هو ده منظر عبسي، ما هو ده منظر يضحك. بصي، في الأول وفي الآخر يعني مثلاً الأستاذ مصطفى كامل هو النقيب، فده بالنسبة لي أنا بعتبره كأنه أخويا الكبير. أخويا الكبير ممكن ساعات يقول لي اعمل كذا، أنا مش فاهم، بس أنا إيه هسمع اللي هو بيقوله لي، عندك ثقة فيه، وهشوف. وفي الأول وفي الآخر الناس دي عايزة، مش عايزة توقعني مثلا، الناس دي لا، الناس دي عايزة أكيد اللي هو بيقوله لي ده حاجة هتبقى أحسن. يعني مثلا الأستاذ مصطفى كامل بيقول لي جرب، هو قال لي جرب شوف العازفين انت هتتبسط، انت مش عارف. فاحنا في التجربه دي حاليا. خلي بالك المغني الراب لما بيبقى جامد قوي في امريكا مثلا بيبدا هو من نفسه يقول انا عايز اطلع مع عازفين لايف، بيبقى قرار هو اخده بعد ما بيوصل، فاهمه؟ فهي مش هي بتحصل، بس هي طبعا صعب ان انت تعملها وانت مش فاهم. ده اللي بيعمل ده بيبقى وصل حته ان هو عايز يفهم وعايز، فاهمه؟ بس احنا في مرحلة التجربة بنحاول نشوف يعني هنعمل ده ازاي، عشان برضو تاريخ مصر في الغنى قديم، احنا مش اول ناس تفرض علينا ده. كان في ناس عايزة تغني بفلاشة زمان وتشاف ان ده غلط، بس المزيكا كانت مختلفة. ده بقى اللي احنا عايزين نقوله، ان لا، احنا مزيكتنا فعش اجيب طابلة او لايف درام تعمل الكيك بتاعتي او الدم بتاعتي دي قعدت هندسها يعني قعدت ساعتين بهندس الصوت بتاعها عشان تبقى على المسرح صوتها كده، فاهمه؟ فانا ما ينفعش افقد برضو الروح بتاعتي، فاهمه؟ بس فاحنا عايزين بس اللي هو ايه تاني، اللي هو يعني الناس برضو تقرب لنا وتفهمنا اكتر وتشوف احنا بنعمل ايه، وساعتها اكيد هم هيدونا اللي هو ايه، هيزقونا في الاتجاه الصح اكتر. بس يعني ايه، حتى لو انا مش ذوقك افهمني واحترم ان انا موجود. يعني بالظبط، وما يتشافش يعني، مش اصل اقول لك حاجه،
انا عارف ان عشان الصنعه بتاعه الغناء القديم في مصر مختلفه فانت بتبص لي وبتقول ده دي مش مزيكا انا بعتبرها حاجه كبيره بس مثلا في العالم بتاعي احنا بنعتمد قوي على الكتابه الجمله بتاعتي فاهمه تبقى جمله طويله فيها حروف صعبه فيها مش عارف ايه طب ما انا ما ببصش على الغناء القديم المصري واقول ها الكتابه سهله يعني انا برضو ايه شايلك فوق راسي وعارف محترم انت وجودك ومحترم بالظبط بالظبط لان دول في الاخر الاساتذه فاهمه فانا عمري ما ابص له نظره سلبيه فانا بس نفسي في نفس الحاجه اللي هو واحد يبص لي يقول طيب هو الماده الفعاله اللي في مزيكته حاجه تانية حاجه بتيجي من حته تانية الفان عايز يحفظ رص سريع ويقول دي 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 ويحفظها ويغنيها معايا بيجي له احساس جامد حاجه تانية جيل جديد فاهمه فنفسي يتشاف انه لا ما انا اكيد ده فن لانه هو لو ما كانش فن ما كنتش اصلا هتسمع يعني ما كانش في واحد شاب كده هيحبني